بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني عمرو وادي ويسعد الجمعية المصرية للمحكمين أن نتشرف بوجود دكتور عزت يوسف النهارده. هيكلمنا النهارده بخصوص قضية التحكيم ودعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من مركز تسويق منازعات استثمار اكزيت ده في واشنطن. اتفضل دكتور. السلام عليكم. طبعا بداية أنا أشكر بوجودي معاكم الإخوة الأعزاء. إحنا يعني هنتكلم على قضية الحقيقة هي الأولى من نوعها، هي تعتبر يعني نمرة خمسة على العالم بفضل الله في حكم البطلان، والأولى على العالم إن الحكم ده صادر في تجاوز الاختصاص والسلطة. عشان نبدا الموضوع، بس خليني الاول اعرف الاساتذه. انا دكتور عزت يوسف، انا دكتور في القانون الدولي، وانا محامي الحكومه التركيه في قضايا الاستثمار في الاكسد، ومحامي الاستثمار المصري في قضايا ضد اثيوبيا في الانترناشنال كورت، ومحامي الحكومه الليبيه كذلك، ورئيس قطاع التحكيم الدولي في جامعه الدول العربيه. وشغلي مينلي مرتبط بقضايا التحكيم. انا عضو كيرسيكا في القاهره وجنيفا واي سي سي، وتعاملي فيما يخص التحكيم سواء داخل الجمهوريه المصريه او خارجها، وكذلك عندي بعض المكاتب الدوليه في تركيا وفرنسا والسعوديه. الحقيقه القضيه ديت كانت مرتبطه بان صدر حكم من اكسد اللي هو الانترناشنال سنتر فور انفستر ديسبيتس، او مركز تسويه منازعات الاستثمار في واشنطن دي سي. والحكم ده كان صادر ضد احدى الدول العربيه، كان الحكم فيه اجحاف وظلم شديد. وانا الحقيقه لما شفت الحكم ولقيت ان فيه عناصر بطلان كتير جدا، لكن طبقا للاكسيد رولز اللي كانت بتنظر لعملية البطلان في أضيق الحدود، وما كانش من السهل إن هي تحكم بالبطلان في قضية صادرة من مركز إكسد إلا في أضيق الحدود وفي نطاق محدود جدا، وهم وعناصر محددة في المادة 52 من قواعد الإكسد، وهي تجاوز السلطة والقصور في التسبيب والإخلال بالقواعد الإجرائية. فالحقيقة لما مسكنا القضية دي كان حاولنا الأول بعنوانية قضية دولية، عرضناها على بعض المكاتب الدولية، أصدقائنا في باريس وفي واشنطن وفي اليوكي، وللأسف يعني كلهم قالوا إن نسبة نجاح دعاوى البطلان في تاريخ الإكسد لا تتجاوز 2%، ودي حقيقة نسبة بسيطة جدا، وقالوا إن يعني نسبة نجاح القضية دي ضعيف جدا، ومحدش عايز يخاطر باسمه ان هو يعني يقيد ان هو عمل دعوه بطلان وخسرها. فضلا على ان لما شرحت وجهه نظري في البطلان هو تجاوز السلطه، قالوا ما فيش حد في العالم كسب دعوه بطلان عن تجاوز السلطه، لان الاكسد دي اكبر جهه قضائيه في العالم، واللي كانوا ماسكين القضيه بتاعتي في الوقت ده كانوا يعني بدون ذكر اسماء رئيس منظمه التجاره العالميه وعميد حقوق برلين واستاذ في جامعه السوربون. فقالوا لي يعني من الصعب قوي ان انت القامات دي تعمل لها تجاوز سلطه او تبطل حكمهم. وفي تاريخ الاكسد عموما 12 قضيه فقط في تاريخ الاكسد كله اللي تم الحكم ببطلانهم، لكن ما فيش حاجه فيهم على الاطلاق تم ابطالها بتجاوز الاختصاص او السلطه. ولكن احنا الحقيقه خدنا على عاتقنا هذا الامر وقمنا بهذه المغامره منفردين، لان جميع المكاتب الدوليه الحقيقه عزفت يعني امتنعت عن المشاركه ورفضت تماما الدخول في مثل هذا النزاع يعني. فالقضيه هي قضيه حدوديه ما بين دولتين، والنزاع الحدودي كان مرتبط بمجموعه من الاتفاقيات الدوليه ما بين الدولتين، والاتفاقيات دي كانت بتنص على حقوق الملكيه. والحقيقه كانت بتثير شاكله قانونيه خطيره جدا، وهي هل نقل السياده يشمل نقل الملكيه؟ بمعنى اذا السياده نعلم جميعا ان السياده
من دوله لدوله، او من ارض على دوله، او من دوله على اي قطعه ارض. فهي ليها عناصر كتير واسباب كتير لنقل السياده. يعني في السياده ممكن تمتد لارض اخرى عن طريق الحرب، عن طريق الاستيلاء، عن طريق البيع، عن طريق التنازل، عن طريق المشاركات. ولكن اي سياده حتى ولو كانت بالاستيطان، هل السياده تعني نزع الملكيه؟ وهل مجرد انتقال الارض من سياده الدوله الى سياده دوله اخرى بموجب اتفاق اقليمي وتريتيز او اتفاقيات حدوديه ما بين دولتين تبقى للقانون الدولي يتم